انهارت قبة مسجد المركز الإسلامي الواقع في شمال العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد أن اشتعلت النيران فيها بشكل غير مقصود. وفي التفاصيل، قال محققو الشرطة المحلية إن النيران اشتعلت في القبة بعد أن استخدم العمال الذين كانوا يتولون تركيب سقف على القبة جهاز تسخين لإذابة الإسفلت العازل للماء. تواجه الزراعة على الطوافات العائمة في جنوب غرب بنغلاديش خطر الغرق، حيث يهدد ارتفاع منسوب مياه البحار والفيضانات اختفاء هذا النوع من الزراعة. وتشكل هذه الطريقة القديمة شريان حياة للعائلات خلال مواسم الرياح الموسمية المتزايدة الشدة، عندما تكون الأراضي الجافة شحيحة بشكل خاص. بعد أن خلفت الأمطار الغزيرة دماراً هائلاً في ولاية أراغوا بوسط فنزويلا، تحول التركيز إلى جهود التنظيف والإخلاء وتقييم الأضرار، فقد قام رجال الإنقاذ بإجلاء الحيوانات الأليفة الناجية من منطقة الكارثة، فيما استغل بعض السكان ضوء النهار لإزالة الأنقاض والوحل، حيث تسببت الفيضانات في انقطاع الكهرباء والمياه، والتي دفعت بعض العائلات لمغادرة المدينة. ونختم بهذه الصور الجميلة، فعلى الرغم من الغياب التام للثلوج، يجذب منتجع التزلج في مقاطعة كيبيك الكندية عشرات الآلاف من الزوار كل خريف لمشاهدة أحد أعظم عروض الانتشار الخريفي في العالم، حيث تزدهر أوراق الشجر الكستنائية والقرمزية والذهبية في معظم أنحاء شرق كندا في هذا الوقت، لتشكل لوحة جميلة تجبر محبي الطبيعة للذهاب هناك والاستجمام.